يا صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، معاد الصحافة، قراءة كده لأهم وأبرز المنشطات وعناوين الصحافة الصادرة بالقاهرة النهاردة 23 يونيو. هنبتدي مع حضراتكم من الدستور. عادل محمود، قصة الطبيب المصري اللي أنقذ مئات الملايين حول العالم. طبعا الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعى الدكتور عادل محمود، وامبارح شفنا كمان او اول امبارح تحديدا بيل جيتس نعاه بتغريده العالم كله تابعها وشافها. طبيب مصري انقذ حياه مئات من الملايين حوالين العالم، وهو طبعا كان مشرف على تسويق عدد من اللقاحات واستاذ في اللقاحات. وبيل جيتس مؤسس شركه مايكروسوفت اعرب عن حزنه الشديد لوفاة محمود، أشار كمان إلى أن اختراعه أنقذ حياة عدد لا يحصى من الأطفال. ونروح للشروق من صفحة 9، وأول شركة للاستثمار الثقافي والسينمائي. الدولة تعود لساحة السينما، والشركة برأس مال 60 مليون جنيه، وبتهدف لإدارة واستثمار الأصول والحفاظ على التراث السينمائي المصري واستثماره ثقافيا وتجاريا. خطوة تأخرت كتير يا أسمى، احنا دايما كنا بنتكلم على الصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية، شركة قابضة تكون ليها القدرة على استثمار الأصول الثقافية المصرية سواء في سينما أو في كتب أو في غيره. دي خطوة مهمة جدا إن الثقافة صناعة وإنها تتحول فعلا لاستثمار حقيقي. الشركة بدأت تشتغل، وزي ما قال لنا الخبر رأس مال مبدئي 60 مليون جنيه لاستثمار الأصول الثقافية. تعالوا نروح مع حضراتكم لموضوع لطيف كده في اليوم السابع، العلاج بالرمال ينعش واحد سيوة، والتكلفة حوالي 300 جنيه بس. المرضى بيدفنوا أنفسهم في رمال جبل دكرور للعلاج من الأمراض في مناطق مخصصة للسيدات. موسم نقدر نقول عليه كده السياحة العلاجية بينتعش بواحد سيوة، وبيضع كمان واحد سيوة على خريطة السياحة العلاجية في إمكانيات لم تستثمر ولم تستغل بعد في واحد سيوة. ممكن نشوف علاج بالرمال، علاج كمان بوسائل أخرى كتيرة في المنطقة دي، شيء جميل ورائع. بس انا عايزه اعرف يعني التكلفه لغايه لما اوصل لسيوه، ولا تكلفه المكان نفسه العلاج نفسه؟ يعني المواصلات لوحدها. انا عايزه اعرف بس انا اوصل لها ازاي، والله انا عظيم نفسي اروح. طيب نروح لاخبار اليوم من صفحه الاولى، ورئيس الوزراء يتفقد المتحف المصري الكبير اليوم. يتفقد رئيس الوزراء المبنى الانشائي للمتحف ومعامل ترميم الاثار وقاعات العرض المتحفي التي تم الانتهاء من الجزء الاكبر منها، خاصه قاعه الفرعون الذهبي. طبعا صباح اون كالعاده بيبقى سباق، وبيبقى بيهمنا جدا احنا نسلط الضوء على النوع ده من المشروعات، ومش هيكون عندنا حد اكفى من استاذ طبعا محمد عبده ان هو يكون في هذه المشروعات. عندك كده محمد، يعني بحب فيك دي بصراحه، حتى كاب انت بتحب ثقافه بلدك وبتحب توعي فيها اولادك، المتاحف مذاكرتها. صحيح. وان انت تمشي فيها، يعني انت ممكن تبقى تور جايد متاحف حقيقي. انا وعدك، انا وعدك ان ناخد حمزه وحبيبه مره ان شاء الله، اولاد اسماء العزيزه، نروح لزياره كده المتاحف. لكن فعلا المتحف الكبير حاجه رائعه جدا. احنا ان شاء الله يعني فريق صباح اون كله، واحنا من فتره كده سجلنا حلقه مختلفة إن شاء الله وهنعرضها لحضراتكم الأسبوع اللي جاي من داخل المتحف الكبير. عملنا حاجة لطيفة جدا يا أسمى، إن إحنا سجلنا، يعني هي هتبقى على جزئين إن شاء الله، جوه المتحف كل التفاصيل اللي موجودة، وكمان بره المتحف الإنشاءات اللي بتحصل. إحنا بنتكلم على أكبر متحف في العالم للآثار الفرعونية، يعني إحنا بنتكلم على 40 ألف قطعة لغاية دلوقتي. الافتتاح المبدئي هيكون في آخر السنة دي. لا يعني كلنا كده نفتخر إن إحنا على الأرض دي، على أرض مصر، عندنا أكبر متحف عالمي نباهي بيه الشعوب ونباهي بيه الأمم. حاجة رائعة، ويكون زميلنا أول إعلامي دخل المتحف، يكون أول برنامج دخل يصور. هنشوف، نتمنى يا يعني رب تعجبك الحلقة وتعجب السادة المشاهدين، فيها تفاصيل حلوة. وبعدين أجمل حاجة فيها هتستغربوا، مش الآثار اللي موجودة، أجمل حاجة شفتها داخل المتحف الكبير الناس اللي شغالة هناك، الناس اللي شغالة بجد بقى. شباب مرممين آثار، عمال، حاجة يعني بجد تدعو للفخر إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية. تحية طبعا لكل فريق صباح اون اللي وقف ورا الحلقة دي، هنشوفها إن شاء الله الأسبوع اللي جاي بإذن الله. الخبر الجاي معاك يا محمد. الخبر اللي جاي معايا نروح للشروق، وتوجيهات رئاسية للحكومة
بترشيد الإنفاق واستكمال الإصلاح. وزير المالية بيؤكد تعاون مع البرلمان لسرعة إصدار قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافي للموازنة الحالية. وزير المالية أكد أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام وزيادة إيرادات الدولة واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والتركيز، ودي نقطة مهمة جدا نحط تحتيها مليون خط، التركيز على ملف الصحة والتعليم، دي أهم حاجة، أهم حاجة عندنا. طيب نروح لخبر تاني كده من الإنجازات ومن العظمة دلوقتي عندنا مشروعاتنا في مصر، من الصفحة 10 من أخبار اليوم. قناطر أسيوط، سد عالي جديد على النيل. القناطر الجديدة هتخدم 24 مليون مواطن في 5 محافظات، وبتحسن الري في 1.6 مليون فدان، وكوبري علوي للربط بين شرق وغرب النيل، ومحطة كهربائية بتوفر 100 مليون جنيه سنويا. مراحل كتير، وظائف كتيرة جدا للقناطر الموجودة في أسيوط، هتساعدنا كتير قوي في الري، هتساعدنا كتير قوي في توفير مية، توفير كهرباء، تخدم عدد كبير جدا من المصريين. حقيقة احنا محتاجين النوع ده من المشروعات، دي ملحمة إنجاز استغرقت 6 سنين صحيح علشان نتمام. أنا عاجبني أسمى العنوان جدا، قناطر أسيوط سد عالي جديد على النيل، وهي فعلا سد عالي لما احنا بنتكلم على 6 سنين شغل وعمل، وقد إيه القناطر دي ممكن تفيد عدد كبير جدا من القرى وعدد كبير جدا من محافظات الصعيد. 24 مليون مواطن هيستفيدوا من قناطر أسيوط.